الى السيد معالي الوزير الاول. الموضوع تسمعوا لي على نص الرساله يا زملاء، نسمعوا هذا نص الرساله. الموضوع طلب فتح ملف القانون الاساسي لمستخدمي التربيه الوطنيه والانصاف، الاسلاك المشتركه والعمال المهنيين واعوان الامن والوقايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معالي الوزير الاول، ها نحن ومن باب الحرص على استقرار قطاعنا نرفع اليكم هذه الرساله لاعاده النظر في المرسوم التنفيذي 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240 المتضمن القانون الاساسي لمستخدمي التربيه الوطنيه باعتباره يرسم المسار المهني لمستقبل الاجيال ويحفظ مكانتهم الاجتماعيه ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، معلمون واساتذه بمختلف الاطوار الثلاثه، مساعدو التربيه، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصاديه، مستشارو التربيه، موظفو التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذيه المدرسيه، مخبريون، خاصه جميع الاسلاك التي تشتغل على المناصب الآيله للزوال بفئاتها السبع، ومنها التي افنت زهرة شبابها باعداد النشء وتربيته. هذه الفئه التي استلمت المشعل من المتعاونين الاجانب وساهمت بفعاليه جذعه التعليم والتي اصطلح عليها ظلما الآيله للزوال. فمن خلال قراءتنا التمحيصية والتدقيقية بما تضمنه القانون الأساسي المعدل وتطبيق مواده نسجل اختلالات عميقة بعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، بل في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية، مما أحدث شرقا كبيرا وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات رغم إقرارنا بذلك. غير أن أطرافا آنذاك في وزارة التربية كانت ضمن الوفد المفاوض لم تأبه به ولم تعي أي اهتمام، وعاقت حدث ما توقعناه بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا. ولضمان استقرار القطاع وتفويت الفرصة على المغرضين في هذه الظروف البارقة الحساسة، خاصة وبلدنا الجزائر يستعد لاستكمال البناء المؤسساتي، نطلب من معاليكم الإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية قصد معالجة اختلالاته من خلال تأثير بعض المواد التي تعد على رؤوس الأصابع لطمأنة النفوس ولإعطاء القطاع دفعا قويا واستقرارا بأزيد من عشرية كاملة. معالي الوزير الأول، إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش بأجل إطاراتها والفقر المدقع بعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم ينل بعضها حتى الآن الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا، مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم وإدماجهم ضمن أسلاك التربية. معالي الوزير الأول، إن الأوانة